السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف اكس تاتش كي 3 بعد اختيار اللغة وادخال شبكة واي فاي. بنضغط على اضافة شبكة وبنكتب اي حروف بنحددهم كلهم، وبعدين بنختار المساعدة. لا شكرا. لا، بنكتب في بحث جوجل حرف السي، وبعدين بنختار متصفح سي ام، اقبل وتابع. تصفح الان، بنكتب في العنوان فوق vnrom، وبعدين بنضغط بحث، بنختار اول نتيجة بحث، بننزل تطبيق اندرويد 6 تأكيد، وبعدين تطبيق كويك شورت كات تأكيد. بنضغط على الثلاث شورت اللي فوق بعض دول، وبعدين بنضغط على التحميلات. بنثبت تطبيق اندرويد 6 الاعدادات، بننزل تحت شوية، وبعدين بنفعل اختيار مصادر غير معروفة، موافق. بنرجع خطوة، وبعدين بنثبت تطبيق اندرويد 6 تاني، تثبيت، قبول. تم. الغاء. بعدين بنثبت تطبيق كويك شورت كات. فتح. لو كنت باللغة العربية بتدور على إدارة حساب جوجل، وفي الغالب بتلاقيها تحت خالص، بتضغط عليها وبعدين بتختار إدارة حساب جوجل اللي تحتها على طول، اكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور. بنضغط على محاولة. على يسار الشاشة بنلاقي ثلاث نقط، بنضغط عليهم. بنختار تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. بنسجل حساب جوجل سواء الحساب قديم أو جديد لسه عاملينه من شوية. لو ما عندكش حساب تقدر تعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين تسجل دخول على نفس الجهاز ده. بعد تسجيل الدخول بتعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد ما يفتح الجهاز بتضغط بدء، تخطي. الجهاز بيجيب لك إشعار تم إضافة الحساب بنجاح. بنضغط التالي. بنضغط على عدم الإدراج الآن، التالي. بنشيل علامة من المربع حماية هذا الجهاز، وبعدين بنعمل تخطي، وبعدين بنضغط تخطي على أي حال، التالي، سماح، حسنا. تم تخطي حساب جوجل بنجاح لهاتف اكس تاتش كي 3. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.